يا شباب، كيف الحال؟ شو الأخبار معاكم؟ كيف الأحوال معاكم؟ أو كيف الأيام معاكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن السيتس تبعون الليجو. طبعا عندي كتير منهم، واحد منهم من تبع أختي. فيلا خلينا نبدأ على الفيديو. أول ست عند الكرياتور، وانا ايش عملت من الكرياتور؟ هذا اللي عملته، بس المطار انا هيك حبيت اعمل مطار كافي. ما بس انا طيارته، وهي هاي عم بتحط بحط الشنل فيها، وانا باتمان. هنا واحد رايح على يقعد عشان يستنى طيارته، هنا الشرطي، وهنا الست تبع الزينة. هذه البس سيارة البس بتاعتها، وهذا المحل بتاعها. حلو، هاي سيارة السبورت كار، هاي اللي صورت هذه الفيديو القديم، وهاي برجر هون عملته من الست تبع الكرياتور، وهذه اللي هناك. مش عاطل يعني لهذا. وهذه هي اللي هنا، وعندنا الكرفان. هاي الكرفان صور فيها الشورت اللي فات، تذكروها؟ هاي هي ورا الكرفان. هذه السيارة من الست اللي تبع السفينة، بس أنا حطيتها هيك عاملها. وهيك بيكون انتهى الفيديو. لا اذا عجبكم الفيديو حطوا لايك، اذا ما عجبكم حطوا ديسلايك، واذا بدكم تشوفوا كمان فيديوهات حطوا سبسكرايب والجرس التنبيهات عشان تعرفوا، عشان يوصلكم اي فيديو بصوره يوصل لكم. وان شاء الله نشوفكم بالفيديو شيء ان شاء الله. انا من زمان مش مصور حالي، بعرف انه حلقت ما بعرف من اي يوم، بس نشوف ان شاء الله نشوفكم الفيديو جاي. ومع السلامة. وقف.